اصفر كل الكلام ده انت بتغير دي انت بتفردها بقى تفرد كده وتلزق، ده بيتلزق بلازم دبل فيس من هنا حاجه، ده سهل يتلزق، ده طوله 5 متر. فيديو على الطبيعه تصوير موقع اوكازيون. اهلا بيكم النهارده معانا في اوكازيون، معانا الليد بار 5 متر، فيديو توضيحي من موقع اوكازيون للليد جميل جدا اللي ليه استخدامات كتير. هنشوفها دلوقتي مع بعض، وهنفتح الصندوق او هنفتح الكرتونه دي مع بعض وهنشوف تفاصيلها. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا استاذنكم في لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد لمنتجات موقع اوكازيون على الطبيعه. اول حاجه هنفتح العلبة مع بعض وهنطلع محتويات، هنفك الدبوس. دي كده كل محتويات البوكس ده، شريط الليد 5 متر، الريموت ومحول الادابتر، محول الكهرباء والادابتر نفسه. اول حاجه الليد، نفك الليد كده تمام. ده شكل الليد على الطبيعه، الريموت مسافه قريبه جدا بينها تمام 5 متر، فك كل ده 5 متر تمام. طيب هنشغله ازاي؟ اول حاجه بالايه دي تمام. هنوصله ازاي؟ اول حاجه هنلاقي ديت تمام، هنجيب البوكس ده، هنلاقي فيه ناحيتين، ناحيه الادابتر والناحيه التانيه اللي فيها القطعه السوداء دي، هنوصلها كده مع بعض اهي كده خلاص. هاجي في الناحيه التانيه هجيب الادابتر واوصله كده كده. انا خلاص وصلت، اوصل بس الفيشه ونبتدي مع بعض كده. انا وصلت الفيشه، وبعد كده هاجي الريموت، هلاقي قطعه شفافه زي كده، هشدها كده عشان الريموت يشتغل معايا، وهلاقي زرار الاون، هضغط عليه هلاقيه ابتدى يشتغل معايا، بيعمل الوان عشوائيه طبعا زي ما حضراتكم شايفين الشكل الريموت تمام. في الاحمر كده احمر بس، في الاخضر، الازرق تمام، والابيض مع الالوان كلها تمام. دي كلها فلاش مثلا اوبشن، كل دي اوبشن انت ممكن تعملها. يعني ده يديني فلاش تمام، اللي هو يغير الالوان كلها. في لو انا عايز اورنج تمام، اي الوان تانية عايز اضيفها، الاصفر كده وهكذا. هو بيديني اشكال الالوان اهو كده، بيقلب برضو هنا بيعلي الاضاءه ويوطيها تمام. ده كده كل الاوبشن اللي موجوده في الليد. طبعا انت مش هتسيبه بالشكل ده، انت هنا الليد على الطبيعه كده تمام. انت شايف الظهر هنا ده بلزق دبل فيس تمام، بتلزقه على الحيطه مثلا لو عندك حيطه زي كده، بتلزق بلزق دبل فيس تمام، بتلزقه على الحيطه على الطبيعه كويس ويعمل اضاءه كويسه في المكان. يعني هو التصوير دلوقتي بالنهار ولكن في اضاءه. طبعا معاك 5 متر، انت بتفك بقى الكلام ده كله وتفتح وتلزق. ممكن تعمل بيه سقف اوضه، ممكن تعمل بيه مكتب، ديكور مكتب لو انت بتصور يوتيوب او تيك توك او اي حاجه. شكله جميل جدا والوانه كويسه جدا، الاحمر كده واضح شويه عن الازرق.